ولذلك هذه الوسائل بما أنها أضعفت المعلومة لدى هؤلاء المتعلمين إما لكسل منهم، كذلك أضعفت عقليتهم، فإذا بهم ينزلون إلى مستوى عموم ما عليه هؤلاء الجيل الذي هو قليل العلم، وإذا به ينزل إلى مستوى هؤلاء فربما نكت أو ربما أنه أتى بعبارات لا تليق. النزول إلى مستوى عقول هؤلاء مطلب، ولكن بحيث لا تلغي شخصيتك وعقليتك وحكمتك وعلمك، تسهل المعلومة بطريقة لغوية بطريقة شرعية تحمد على هذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أرسل معاذا وأبا موسى إلى اليمن قال يسر ولا تعسر، أرسلهما إلى الدعوة. فالتيسير في إيصال المعلومة للمستمع أو للقارئ مطلب شرعي، قال يسر ولا تعسر، لا تصعب العلم، لكن لا تنزل، يقول ننزل إلى مستوى هؤلاء، نزلت إلى مستواهم فضعف عقلك وضعفت علميتك، وإذا بك وأنت وهم سواء. فليتنبأ لمثل هذا، وهذه مهمة جدا. ربما أنك تخاطب أبنائك في وسائل التواصل في واتساب أو في غيره، تخاطب مثلا إخوانك، لا تنزل إلى مستواهم الضعيف، لا، ارتقي مستواهم إلى أن يكونوا متعلمين فاهمين ولكن بأسلوب مناسب. فإذا أصبحت تابعا لا متبوعا فأين العالم من غيره؟ أين الجاهل من المتعلم؟ والله المستعان.